الألغام واحدة من أهم وسائل الموت التي تزرعها الميليشيات الإنقلابية في تعز، حيث نالت مديرية المصراخ نصيبا وافرا من ألغام الموت الميليشياوية، فبعد السيطرة عليها سارعت الميليشيات إلى زرع الألغام فيها بشكل كثيف وعشوائي دون مراعاة الخطر الذي تشكله على حياة المواطنين الأبرياء. آلة الموت التي تصنعها ويزرعها العدو في مناطق، هذه هي الحرب القذرة والحرب الأخلاقية التي يقودها العدو ضد أبناء تعز وضد أبناء اليمن بشكل عام. هذا هو سلاح الجبناء. هذه الألغام أصبحت في القوانين الحرب من المحرم استخدامها، سواء بالذات الألغام الفردية. انفجار سيارة تقل مجموعة من بائعي القاتب لغم في نجد قسيم كان الحلقة الأولى في مسلسل الموت بألغام الميليشيات في المصراخ، لتتوالى بعدها الكثير من الحوادث المشابهة. هو مؤشر خطير للمستقبل، محفوف في المخاطر من خلال تلك الألغام المزروعة في التباب والسهول والتي تستهدف المواطن بشكل عام، وهي حرب عبثية خسر فيها الوطن. نشهد المنظمات الدولية والإنسانية بالقيام بدورها الإنساني في انتشال وانتزاع الألغام التي زرعها الحوثيين في كثير من المناطق. تحرير معظم مناطق المصراخ أظهر مشكلة الألغام بحجمها الكارثي والذي تقابله محدودية في الإمكانيات. بأساليب وطرق بدائية عملت فرق الألغام على انتزاع ما يمكن انتزاعه من مئات الألغام التي زرعتها الميليشيات بشكل عشوائي وبدون استخدام الخرائط، الأمر الذي دفع بمجموعة من الناشطين لتأسيس المنظمة الوطنية لمكافحة الألغام للمساهمة في القضاء على هذا الخطر طويل الأمد. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية المصراخ تعز.